هاي أنا آلين بدرس بيور إيكونوميكس بالجامعة اللبنانية سنة أولى. جيت على صورة وحكاية كرمال أتعلم صور أكتر وأحسن، وكمان أتعلم كيف أكتب خبر على الصور اللي بصورها. فتت فيه كرمال هو نوع من الأكتيفيتيز اللي يمكن يزيدوا من الإكسبرينسز والتجارب بحياتي وبستفيد منه. أنا استفدت منه من ناحية تانية كمان، أنه قدرت أتعرف على عالم جديدة وأعمل رفقة كتير. كمان بقدر شوف البروجكت اللي هن بيعملوها لهيدا الوركشوب، فبصير بعرف وبسمع عن قضايا ما كنت أعرف فيها قبل، وهيدا المشروع كتير حلو وأنا كتير مبسوطة أني فيه.